حينضم إلينا مراسلنا من بروكسل سلامة عطلة. صباح الخير أول حاجة يا سلامة، ويعني مفروض تكلمنا عن أحد الموضوعات اللي شغلت الرأي العام الأوروبي تحديداً أيضاً البلجيكي في قمة المناخ. صباح الخير صديقتي. بلا شك أن قمة المناخ في شرم الشيخ استحوذت على كثير من عناوين الصحف والاهتمام الأوروبي الواسع، خصوصاً وأن الأوروبيين يعتبرون أنفسهم رواد فيما يسمى بتخضير الاقتصاد والتنقل الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية. في أحد الملفات، هناك ملفات كثيرة لا يمكن استعراضها جميعاً، ولكن هناك ملف له اهتمام واضح في الصحافة وهو التنقل الأخضر، وهو أحد الملفات المطروحة في قمة المناخ، وتحديداً فيما يتصل بالبنية التحتية للتنقل الأخضر وتقليص عدد السيارات تحديداً في مراكز المدن، لا سيما وأن سكان العواصم يشتكون من صعوبة في التنفس ويعانون الكثير من الأمراض والأعراض الناتجة عن الانبعاثات الكربونية الزائدة. هذه البنية التحتية اللازمة للتطوير ونقل التنقل من الكربون إلى التنقل الأخضر الآمن، جعل الخبراء يركزون على ضرورة فهم السلوك البشري، وإلا ما قيمة أن تنفق كل هذه المليارات على البنية التحتية في المدن لكي لا يستخدم الناس مزيد من السيارات في تنقلاتهم، ولا يقدم الناس على استخدام الدراجات الهوائية أو المشي أو الطرق المختلفة للتنقل والسفر بعيدا عن مزيد من الانبعاثات الكربونية. هناك دراسة أجريت في السويد مثلا تقول بأن الرجال والنساء يتنقلون من حيث العدد يوميا نفس العدد للتنقل والرحلات، ولكن الرجال يميلون أكثر لاستخدام السيارات، ثانيا يقطعون مسافات أطول. تقول هذه الدراسة بأنه لو أن الرجال يستخدمون السيارات مثل استخدام النساء في السويد، يعني عذرا للمقاطعة سلامة، هل تقصد بأنه الرجال هنا هم أكثر تلويثا للبيئة ربما؟ للأسف أن الرجال أكثر تلويثاً للمناخ من النساء، وهذا ما تثبته الدراسات في السويد، وهي دولة أوروبية يفترض أن النساء لديهم سيارات كالرجال، ولكن لو أن الرجال يستخدمون السيارات كالنساء ستقل درجة الانبعاثات ب20%. تخيلي هذه في أوروبا، فما بالك لو كانت الدراسة في دولة من المنطقة العربية، ستكون النسبة كبيرة جداً. أنت كده هتقلب الرجال كلها عليك يا سلامة، تخاطب الرجال يعني ما فيني أقف موقف المدافع عن الرجال اليوم، لكن أنا ملتزم بالدراسات اللي للأسف تؤكد بأن الرجال لا يبتعدون عن علاقة الحب الطويلة بينهم وبين سياراتهم. تعرف أنه السيارات لها علاقة في الذهن الذكوري، ولها يعني مدلول اجتماعي والكثير من الدلالات في عقل الرجل، لكن هذه المفاهيم يجب أن تتغير، ولذلك لا قيمة للمشاريع إن لم تتغير المفاهيم الاجتماعية، صحيح، وتحديداً بين النوعين في طريقة التنقل.